حبيناها بإطلالات متعددة على شاشات التلفزيون، وبمين بيعرف خطفت اهتمام الكاميرا بأنوثتها وأناقتها. ويب سايت الام تي في دخل على الميك اب روم. هاي ناديا. هاي ماي. نحن اليوم حبينا نجي لعندك على الباك ستيج على اوضه الميك اب، انه الناس كتير حابه تشوف انت كيف بتحضري حالك قبل ما تطلعي على البروجرام، نشوف شو عم تعملي قبل بقد ايه وقت بتجي انت لتحضري حالك. بيجي تقريبا قبل بساعتين. ما بحضر حالي كتير لانه انت بتحضريني، اكثر بعمل بس الكونتور، باقي المكياج انت بتهتمي فيه. انا عطول بحب الستيل اللي انت بتعتمديه، لانه انا عندي بشره سمراء، عندي شعر يعني مفتحته بس يعتبر غامق، يعني مني شقره وعيوني فاتحين، وستيلي اكثر عربي اسمر. المكياج كثير دقيق وكثير صعب، مني من الوجوه الهينه اللي ينعمل لها مكياج. بحب المكياج اللي بتعتمديه لان بتركزي اكثر على تبرزي العيون، والتان بيكون تان رايق و ما في كتير الوان. ستيل عيونك بيلبق لهم انه يكونوا قوية، بس تنضلنا على الستيل اللي بنعتمده بالام تي في اللي هو الناتورال، مشان هيك عم نخلي التان والحمرة يكونوا خفاف تما يبين اول ميك اب، وهيك بيكونوا عيونك مثل ما انت بيلبق لك قوية شوي، بس بنضلنا على الستيل الناتورال. ومين بيعرف هالاطلالة شو سرها؟ موفقة ببروجرامك، وانا كثير بحب انه اكون عم بشتغل لك، ونحن دائما رح نطل عليكم من اوضة الميك اب لحتى تشوفوا المذيعات كيف بحضروا حالهم لبروجرامهم. إذا بتحبوا في حدا معين عبالكم إنه تشوفوه، بعتولنا أسامي لحتى نسرق كم لقطة لقلهم بأوضة الميك اب. انطرونا مي أسيس وناديا بساط.